فيما يخص المبادرة الجانبة ديال النضال الأخضر، حاولنا نمسخوا مع سي نوردين الكركوزي المواضيع ديال البيئة والمحافظة على البيئة، يعني البيئة والطيمة، يعني هذه المرة مهتم بالقضية ديال البحر، يعني التلوث ديال المياه وديك الشيء، يعني هذه السلوكات كاينة بزاف الناس كيخرجوا يبحروا ديك الشيء، وكاين بعض الإخوان عاوتاني واخا كيصيدوا بالقصبة ولا ديك الشيء كيبقى يسيبوا شاطلو بلاستيك سطالي يسيبوا صابلو الميكا شرب دانون يسيبوا، فهذا فهمتي يعني هذا كيسبب عاوتاني الموت ديال الثروات ديال السمك، كيسبب فهمتي يعني كنعرفوا مزيان بين البلاستيك ما كاين قارتش على عدة سنين هكا، فهذا كنح يعني خلال هذه الجمعية كتحاول تحسس يعني الساكنة المدينة والمجتمع المدني، يعني يعني هيدا من خلال هذه الأعمال هكا تعطي له واحد الميساج باش فهمتي يتوعى الإنسان، يعني يعرف شنو علاش هذا الشيء هذا فوق الماء. أنا من ناحية التقنيات اللي استعملتي، دابا غالبا اللي كيبغي يتبع لواحد ياك كيبغي يعرف التقنيات الناحية الجمالية اللوحة إلى آخره. وفيما يخص اللوحات والألوان اللي كنستعملوها كنحاولوا دائما نديروا الألوان اللي كتفرح الإنسان وكتسعد، يعني في نفس الوقت كنديروا منظر جميل كيبهج المدينة، وفي نفس الوقت يعني كاين هذاك الميساج يعني حتى هو حاضر، وكنحاولوا دائما نعملوا ديك التقنيات ديال الانطباعية شوية هكا، واحد الانطباع ديال البحر وكذا فهمتي، والباطوات وكل ما هو محلي. نعم، في الغالب لاحظنا بأن الفئات المستهدفة هي فئات البحارة والصيادين لأنهما اكثر ارتباط بالبحر طبعا طبعا فيما يخص حنايا يعني الساكنه يعني المدن الساحليه بالاخص المدن الساحليه ككل، يعني معنية بالامر في هذا المجال هذا، يعني يعني كنعرفوا بيننا الا مشينا مثلا للبلايا والشواطئ تما فانتم واحد فهمتي واحد المصيبه ديال 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 لي ديشي ديال البلاستيك ديال هذا، ايوا دابا يعني مزيان هذا كنشجعوا هذه المبادرات داكشي حتى حنا كنساهموا فيها.